السلام عليكم مرحبا بكم في قناه صفاء دليس اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فطائر تركيه واحد العجينه اللي كتجي قطنيه وهشيشه وخفيفه وبواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف فبالنسبه لهاد العجينه يمكن لكم تحضروها بحشوه مالحه كيف ما يمكن لكم تحضروها بحشوه حلوه انا اليوم غادي نحضرها لكم بحشوه مالحه سهله وكتجي لذيذه فكنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو الناس اللي قناتي لاول مره فما تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وندوزوا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير فبالنسبة لمقادير العجين غادي نحتاجو كأس من الحليب دافئ ما يعادل ميتين مليلتر كأس شاي من الماء دافئ ما يعادل مية مليلتر مية مليلتر أيضا من زيت نباتية علبة من ياغور طبيعي أو بدون السكر ملعقة كبيرة من السكر ملعقة كبيرة من خميرة العجن بيضتين غادي نحتاج بيضة كاملة وأبيض بيضة للعجين وأصفر بيضة للدهن في الأخير نصف ملعقة صغيرة من الملح وبالنسبة للدقيق فغادي نحتاج 750 جرام من الدقيق يعني كيلو إلا ربع سبق لي وغربلته فأول شيء غادي ناخدو إناء كبير غادي نوضعو فيه خميرة العجن والسكر غادي نضيف لهم الحليب دافئ مهم انه يكون دافئ باش يساعدنا على ان الخميره تتفاعل عندي 200 ملل غادي نضيف ليهم 100 ملل من الماء ايضا دفيته من قبل غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعض حتى يذوب ليا السكر والخميره من بعد فغادي نضيف لهم نصف ملعقه صغيره من الملح وعلبة من ياغور طبيعي أو بدون السكر الوزن ديالو مية وعشرة غرام غادي نضيف ليهم الزيت عندي مية مليلتر من الزيت وغادي نضيف البيض غادي نضيف بيضة كاملة وأبيض بيضة بالنسبه لاصفر بيضاء فغادي نحتفظ به نوضعو في شي اناء ونغطيه بلاستيك غذائي ونحتفظو به حتى الاخير باش ندهنو به الوجه ديال الفطائر فغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعض بالتراب اليدوي من بعد فغادي نبدا نضيف ليهم الدقيق الدقيق من الاحسن اننا نستعملو دقيق خاص بالحلويات وكيف قلت لكم سبق ليا وغربلته مهم جدا اننا نغربلوه من قبل غادي نبدا نضيف بشويه بشويه وانا كنخلط وبالنسبه للدقيق فتقدروا تحتاجوا اقل او اكثر من 750 غرام على حسب نوعية الدقيق وعلى حسب بزاف ديال المعايير فالمهم انكم كتعبروا 750 غرام من الدقيق تبداو تضيفوا بشويه بشويه وكتشوفوا عينكم يزالكم انا هنا احتاجيت بالضبط 750 غرام فكنستمر بهذه الطريقه كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنخلط هذا العجين وفي هذه المرحلة فيمكن لكم تزولوا التراب اليدوي وتكملوا العجن العجين غير بأيديكم ومن بعد ما يتجمع لكم العجين فهو ضروري يبقى هكذا خفيف أو مرخوف كدلكوه شوية وكيكون جاهز فمن بعد ما جمعت العجين بايدي ودلكته شويه فالعجين كيجي كي رطب ما خصناش نقصحو او نضيفو ليه الدقيق اكثر من القياس خاصو يبقى رطب وخفيف باش يجينا خفيف فدهنت الاناء بزيت الزيتون ودهنته حتى من الفوق بزيت الزيتون هكذا غادي يساعدنا من بعد انه ما يبقاش كيتلصق ويساعدنا اننا نخدمو به وما نضيفوش الدقيق نهائيا فغادي نغطيه بلاستيك غذائي يمكن لكم توضعوا عليه شي منديل خاص بالخبز وتوضعوه في مكان دافئ وتخليوه يخمر يعني حتى في الحجم ديالو تقريبا كيحتاج واحد الساعه وغادي ندوز معكم باش نمجد الحشوه فبالنسبه للحشوه خديت مقلات وضعت فيها زيت الزيتون وضفت ليها بصله متوسطه مقطعه هكذا مكعبات خليتها تشحرات شويه وضفت ليها فلفل الوان يمكن ليكم تكتفيوا غير بفلفل اخضر الا ما عندكمش الاحمر والاصفر فغادي نخليهم يتشحروا ليا هكذا شويه من بعد غادي نضيف ليهم القليل من الملح والابزار على هذا الشكل وغادي نبقى كنشحرهم على هذا الشكل فالحشوه كتبقى اختياريه هذا غادي نعطيكم اقتراح يمكن لكم تضيفوا اولا تنقصوا اللي بغيتوا الان فخديت ملعقه كبيره من مركز الطماطم ضفت ليها صلصه حاره وخففتهم بالماء يعني ضفت ليهم القليل من الماء وغادي نضيفهم في هديك البصل والفلفل فغادي نخلط هاد المكونات مع بعض ويمكن لكم تضيفوا ايضا القليل من الماء الى بغيتوا هاد الحشوه يعني تجيكم فيها الصلصه كثيره فمن بعد غادي نضيف ليها التوابل عندي نصف ملعقه صغيره من كل من الكمون فلفل حار تحميره خرقوم وسكينجبير وغادي نخلطهم مزيان مع بعض يمكن لكم تضيفوا الخضر محكوكين ايضا مثلا الجزر والقرعة خضراء يمكن لكم تضيفوهم ايضا اذا بغيتوا فالان غادي نضيف علبة صغيرة من الذرة اللي من الماء وغسلتها غادي نضيف ايضا علبتين من طون ديال الزيت فصفيتهم من الزيت وغادي نضيفهم فبلستون الطون يمكن لكم توضعوا الدجاج يمكن لكم تعوضوه بالكفته على حسب الرغبه على حسب شنو بغيتو انا هنا اختاريت نديرهم بالطون فمن بعد ما ضفت العلبتين ديال الطون غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعض فالان غادي نضيف ليهم جبن الموتزاريلا اللي حكيتو على هذا الشكل يمكن لكم توضعوا اي جبن بغيتو والا ما عندكمش فماشي مشكل من بعد فغادي نضيف ليهم ملعقه صغيره من الزعتر يعني هكذا الزعتر طري غادي نحكو غير هكذا في إيدي ونضيفه فغادي نخلطو هاد المكونات مزيان مع بعض وكتكون هادي الحشوه اللي غادي نستعملو فسهله التحضير سريعه وكتجي لذيذه بزاف فغادي نخليها على جنب كتبرد ومن بعد فغادي ندوزو العجين من بعد ما خمر باش نشكلوه فكيكون هذا هو الشكل ديال العجين من بعد ما خمر كتشوفوا الحجم ديالو تضاعف والبلاستيك الغذائي فكيتنفخ هذا هو الشكل ديالو ضروري اننا نخليه حتى كيخمر يعني كيتضاعف الحجم ديالو باش هاد الفطائر كيجيونا قطنيين وخفاف فالان غادي نحاول انني نقسم هاد العجين فكيف كتشوفوا انا كنت حطيت الدقيق حدايا على اساس انني نقدر نحتاجه ولكن ما احتاجيتوش لان هذاك الزيت اللي دهنت به العجين فساعدني على ان العجين ما يتلصقش يخلي العجينه كتجي خفيفه اكثر فمن بعد غادي نحاول انني نقسم هذاك العجين لكريات يكونوا متساويين في الحجم ديالهم فانا غادي نشكل العجينه كامله على عشرين كره باش تجينا يعني متساويه في هذيك الصفيحه ديال الفرن فضروري اننا نقسم العجين قبل ما نبداو التشكيل ديالو باش كيجيونا هذوك الكريات يعني قد قد ماشي وحده كبيره وحده صغيره فخديت نصف ديال العجين وحاولت انا نقسمه على الكوريات على عشرة ديال الكريات على هذا الشكل هنا فماشي ضروري انكم تجمعوه على هذا الشكل يمكن لكم تخليوه غير هكذا ومن بعد غادي نشكلوه فالمهم انكم تقسموه المجموع العشرين 20 كره يكونوا متساويين في الحجم ديالهم انا هنا غادي نحاول غير نجمعهم هكذا شويه ونحطهم على جنب بما شكلت او لا قسمت العجين كامل فمن بعد ما قسمت العجين كامل غادي نبدا الان نشكلو معاكم فغادي ناخذ الكره الاولى غادي نحاول انني نسرحها هكذا على هذا الشكل فنحاول انني نن يعني نسرح الجوانب اكثر من الوسط غادي نوضع القليل من الحشوه تقريبا ملعقه صغيره الا بغيتو تقسموا الحشوه ايضا هو الاول عاد فاش تستعملوها يمكن لكم باش يجيكم داكشي يعني مقاد اولا متساوي الى ما بغيتوش فيمكن لكم ديرو هكذا عينكم ميزانكم ملعقه صغيره في كل كره الان فغادي نحاول انني نجمعها على هذا الشكل ونوضعها مباشره في صفيحه الفرن اللي فرشت لها ورق الطبخ او ورق الزبده فغادي نشكل معكم كره اخرى غادي نسرحها ونحاولوا اننا نسرحوا الجوانب اكثر من الوسط نخليو الوسط عريض لان الوسط لتحت فما غاديش تجينا عجينه اخرى فوق منه انما الجوانب فغادي نجمعوا هداك العجين كامل اللي بقى لينا فكنتمنى ان الفكره تكون وصلت واللي مهم باننا ما غاديش نحتاجوا للدقيق والعجينه فملي كنجمعوها نحاولوا نضغطو عليها هكذا شويه وهي كتلصق لينا غير بوحدها لان العجينه كتكون خفيفه ورطبه ودغيا كتسرح لينا thank <laughs> you فمن بعد ما كملت تشكيل الفطائر على هذا الشكل فالان غادي نغطيهم بمنديل خاص بالخبز ونخليهم حتى كيخمروا للمره الثانيه فمن بعد ما خمروا لي الفطائر كيكون هذا هو الشكل ديالهم فانا ما خليتهمش وقت بزاف خليتهم نصف ساعه فقط فإلا عندكم وقت كافي يمكن لكم تخليهم أكتر فالان جبت اصفر بيضه اللي احتفظت به غادي نضيف ليه بعض القطرات من الخل بالنسبه للناس اللي ما الرائحه ديال البيض تكون باينه يمكن لكم تضيفوا ليه ملعقه صغيره من الحليب ايضا والا بغيتوه يجيكم محمر من الفوق اكثر فيمكن لكم تضيفوا ليه نصف ملعقه صغيره من بودره السكر او السكر غلاسي ودهنوه به بالنسبه للبيض فالا ما قدكمش اصفر بيضه يمكن لكم تضيفوا اصفر بيضه ثاني على حسب حجم البيض وغادي ندهنهم كاملين على هاد الشكل وفي الاخير فما كيبقى لنا غير نزينوهم بالزنجلان او السمسم وفي هذا الاثناء فانا شعلت على الفرن كيسخن كي شعلت عليه من تحت ومن الفوق ومن بعد ما غادي نكمل فغادي ندخلهم الفرن غادي نطفي الفوق وغادي نخليه غير تحت وغادي ندخلهم العشر دقائق الاولى ولا 15 دقيقه الاولى على درجه حراره 150 باش كنخليهم انهم كيتنفخوا على خاطرهم كيزيدوا كي كيخمروا ومن بعد فيمكن لينا نديروهم على درجة حرارة 180 ومني كيطيبوا من تحت أو نحس نحسوا بيهم بلي تنفخوا فيمكن لينا نشعلو عليهم من الفوق ونخليهم يتحمروا ونخرجوهم بصحة والراحة فمن بعد ما كيطيبوا كنخرجوهم من الفرن كيكون هذا هو الشكل ديالهم فكتشوفوهم كيتنفخوا كيجيو خفاف كنخليوهم كيتحمروا مزيان من الفوق يمكن لينا نغطيوهم بمنديل خاص بالخبز واحد خمس دقائق باش كيرجع لهم هذاك الصهد وكيجيو رطبين اكثر فكنتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم كنتمنى انكم تجربوا الفطائر التركيه بالعجينه القطنيه كيجيو طبين ويعني وخفافين بزاف كنتمنى انكم تجربوهم وهنا فغادي نوريكم قطعه من الوسط كيفاش كيجي الشكل ديالها فكيف شتو معايا التحضير ديالهم سهل وكيجيو لذاد بزاف وهذا هو الشكل ديالها من الوسط كيف كيجي وبهذيك الحشوه كتجي جديدة بزاف فكنتمنى ان فيديو اليوم يعجبكم تخليو لي جيم الا كنتو القناه لاول مره ما تنسوش تشجعوني وتشتركوا في القناه تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله